مصري البورسعيدي قبل ما نسيب افريقيا. نرحب هاتفيا بالاستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس اداره نادي المصري البورسعيدي. كابتن رجب اهلا وسهلا بك، منورنا. اهلا كابتن هاني، اخبار حضرتك ايه؟ اهلا، ببارك لك الاول على المستوى اللي بيتقدم من فريق الكوره في المصري والتقدم لنص نهائي كاس الرابطه في الايام اللي فاتت. ربنا يخليك كابتن. احنا يعني عندنا زي ما حضرتك شايف سكواد عالي جدا السنه دي، ودعمنا كتير الانتقالات الشتويه. عندنا جهاز فني على اعلى مستوى بفات الكابتن علي ماهر، فان شاء الله هنحقق كتير من طموحات النادي المصري وجهه ان شاء الله. راضيين عن المستوى اللي بيظهر دلوقتي للفريق؟ اعتقد ان احنا على الطريق، الانسجام موجود، الاعداد اصبح جيد، تم عناصر مع تغيير بعض العناصر، حتى الانتقالات الشتويه يعني هتوجد حاجات افضل كتير جدا من اللي فات ان شاء الله. على ذكر الصفقات الشتويه، صلاح محسن كان اعتقد اخر الصفقات اللي عملها المصري، مش كده؟ لا يعني حضرتك احنا لما نيجي نقول احنا خرج من عندنا الانتقالات الشتويه مروان حمدي استغنى البيراميد، ايوه، الياس الجلاطي استغنى لاهلي بنغازي، فرانك اوتوجا اعاره نص موسم للجونه، وحسام جريشه اعاره سنه ونص بسموحه. تمام. دخل عندنا يعني في الانتقالات الشتويه صلاح محسن ثلاث مواسم، حسين فيصل ثلاث مواسم، محمد طارق مراد موسمين، معتز بندير الزمام ده جاي من الترجي التونسي، ايوه، ده موجود موسم ونص ان شاء الله. ان شاء الله. في صفقات تانية محتمله في اليومين اللي جايين قبل يوم الثلاث؟ يعني اعتقد ان احنا بنعمل محاوله كده في حد معين من تونس، وربنا يسهل ان شاء الله. مركزه ايه؟ يعني خلينا نسيب الصفقه كده لغايه لما مفيش مشكله نتكلم فيها ان شاء الله. مفيش مشكله. صلاح محسن، ازاي تمت الصفقه في التعامل مع لاعب النادي الاهلي السابق؟ هل حصل تواصل ما بين الناديين او اتفاق حتى ولو مش ورقي لاتمام صفقه صلاح محسن من الاهلي للمصري؟ يعني احنا من غير تفاصيل، هو حصل فسخ تعاقد بين صلاح محسن والنادي الاهلي، وصلاح محسن كان عنده رغبه اكيد انه ينضم للنادي المصري، وانتهى بانضمامه، وان شاء الله هيكون عنصر فعال جدا. والفلوس اللي دفعها اللاعب لفسخ التعاقد مع الاهلي كانت من خلال اداره المصري، مش كده؟ لا لا، هو صفى اموره وجي النادي المصري وتعاقد مع النادي المصري. ولان الناس اتكلمت على انه كان في محاوله ضمان ان اللاعب ينضم للمصري مش لاي نادي اخر، وبكل وضوح الزمالك ما يكونش السكه اذا فسخ العقد، فهل اتفقتوا على عمل الموضوع ده بشكل معين؟ لا، هو اللاعب كان عنده رغبه ان هو يروح النادي المصري، وبالتالي بمجرد ما فتح التعاقد بتاعه مع النادي انضم للنادي المصري طواعيه، وهو كان تمام. عنده الرغبه الاكيده دي. وكمان كابتن علي ماهر كان يؤيد وجود صلاح محسن لانه اضافه قويه جدا للفريق. تمام، مفهوم تماما. طيب بالنسبه للكابتن علي ماهر نفسه، اكيد بتقرا بتسمع وربما بيوصل لكم بشكل رسمي انه الناس بتتكلم عن مدرب وطني فبترشح اسم الكابتن علي ماهر للمنتخب، ده غير المعلومات اللي معروفه انه بيراميدز بيسعى بشكل او باخر لضم الكابتن علي ماهر. ايه ردكم على الكلام ده؟ والله يا كابتن كريم، يا كابتن هاني، اللي حاصل ان السوشيال ميديا اتكلم كتير جدا خلال الفتره اللي فاتت عن علي ماهر بيتاهب لمغادره المصري الى بيراميدز، ايوه، وكان يعني كل الكلام ده كان كلام متداول على السوشيال ميديا، الا ان الكابتن علي مشكورا هو كان صاحب الحق الاصيل في ان هو يرد على النقطه دي. هو رد قال ما فيش هذا الكلام، وانا متمسك بوجودي في النادي المصري، وان شاء الله نحقق طموحات النادي المصري. تمام. على الجانب الاخر، مجلس الاداره ما قالوش حاجه رسمي بهذا الموضوع، الا انه اعلن برضه صراحه تمسكه بالكابتن علي ماهر، والكابتن علي ماهر كان بيشارك بشكل فعال جدا في الشتاء الشتوي، وساهم بقدر كبير جدا في اختيار العناصر اللي محتاجها، ومجلس الاداره باعلن في اكثر من محفل ان بنتمسك بالكابتن علي ماهر وجهاز المعاون باعتبار انه هو اضافه قويه جدا للفريق والنادي. تمام، فهو مستمر مع النادي. مستمر مع النادي. اما موضوع المنتخب، طبعا هذا الكلام مفيش حاجه رسمي فيه، لكن يعني خلينا نقول الموضوع الثاني بالنسبه لمنتخب مصر
وده امر ما نقدرش نقف فيه الا ان لكل مقام مقال يعني. لكل مقام مقال، لان الوضع مختلف من منتخب عن نادي يعني تقصد. وده امر بيحصل فيه تشاور بين الكابتن علي ماهر ورغبته مع مجلس اداره النادي المصري برئاسه الاسكان. ساعتها نشوف الاصلح ايه يتعمل يعني. طيب موقفكم هو استمرار الكابتن علي ماهر فيما يخص التفاوض من نادي اخر اللي هو بيراميدز، ماذا عن موقف الكابتن علي ماهر؟ هل هو نفسه اتكلم معاكم في رغبته في الانتقال؟ اطلاقا الكابتن علي ماهر في كل مناسبه بيؤكد على ان ارتياحه الشديد وحسن التعامل مع توفير كل الامكانيات اللي بيطلبها هو وجهازه المعاون او للفريق بيوفرها النادي المصري. واعتقد ان الكابتن علي ماهر عنده طموحات كبيره جدا ان هو يعمل حاجه السنه دي للنادي المصري. هل في شرط جزائي ما بين في العلاقه بين النادي والمدرب؟ والله كل حاجه ماشيه يعني على المستوى الرسمي شغاله، لكن العلاقه قويه جدا بين مجلس الاداره والكابتن علي باعتبار ان هو انسان على علم وتدريبه على مستوى عالي جدا. ومفيش خلافات بيننا وبين الكابتن علي ماهر على الاطلاق. الكابتن علي ماهر سعيد باستمراره بالمجلس الاداره، متمسك مجلس الاداره وجماهير النادي المصري متمسكه بوجود الكابتن علي ماهر، واعتقد ان ده اكبر حافز ودافع على الكابتن علي ماهر انه ممكن يعمل حاجه تحقق طموحات النادي المصري وجماهيره. تمام، انا بشكرك جدا.